العفو والصفح وبين صحة الإنسان. يقول مايكل بيري في كتابه عن علاج الأمراض السرطانية إن فقدان القدرة على العفو والصفح والمسامحة هو في حد ذاته ظاهرة مرضية تؤثر سلباً على صحة الإنسان، ويضيف قائلاً إنه من المثبت علمياً أن التوتر العصبي الناتج عن عدم العفو والصفح والمسامحة يضر بالجهاز الهضمي والأوعية الدموية ونظام المناعة في الجسم. عدم العفو والصفح ينهك الجهاز العضلي نتيجة التوتر العضلي المستمر، ويزيد من نسبة الإصابة بالصداع وآلام المفاصل والدوار والإحساس بالتعب والإرهاق وفقد التوازن، كما يسبب آلاما مزمنة في مناطق مختلفة بالجسم والتأخر في إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة أو إصلاحها بطرق غير سليمة وإضعاف القدرة على الإصلاح والشفاء بشكل عام. إن الأشخاص الذين يرفضون الصفح والعفو قد يعتقدون أنهم يعاقبون غيرهم، ولكن الوحيدين الذين يدفعون الثمن هم أنفسهم لعدم قدرتهم على العفو والصفح والمسامحة، وهم أشبه بالذي يتجرع السم ويتوقع بذلك أن يؤذي به غيره. يقول بعضهم: لكني لا أستطيع أن أعفو وأصفح، فهو أمر غير طبيعي. ونجيب بنعم، فهو ليس بالتصرف الطبيعي بل هو فوق الطبيعي، لذلك قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنها عمل متعمد مقصود أن أتخذ قرارا بالعفو وأن أدفع بالتي هي أحسن امتثالا لأمر الله ورغبة في رضاه، فإن فعلت وطوعت نفسك لذلك فإن الله سيكرمك ويلين قلبك ويملأه حبا لمن حولك.